بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفيديو خاص بالتسويق الشبكي. قام فريق بإعداد هذه الحلقة بالتواصل مع بعض المندوبين لهذه الشركات في اسطنبول، بلقاء بعض الإخوة المشتركين بهذه الشركات في منطقتنا، بالدخول إلى مواقع الشركات الاختصاصية أو التخصصية بالتسويق الشبكي كشركة كيو نت. العصر الذي نعيشه هو عصر الثورة المعرفية والتوسع في الشركات الخدمية أو الصناعية، وكل هذه الشركات تسعى للاستمرار، للبقاء، للتطور، فتتطور مع هذه الحاجة الملحة أساليب وأنواع للتسويق، ومنها موضوع حلقتنا لهذا اليوم التسويق الشبكي. فالعمل في الشركات التسويقية تقوم على أن يشتري الزبون أو العميل سلعة ما، ربما تكون إكسسوارات، مكياجات، ساعات، ملابس، سلع مختلفة بمبلغ مالي معين. ربما تكون السلعة حقيقية، وربما يكون المنتج ذا قيمة، هذا لا بأس به. المرحلة الثانية، يقوم هذا الزبون أو هذا العميل بإقناع شخص ثاني أو شخص ثالث أو شخص رابع بشراء نفس العملة، وكلما زادت أو كلما زاد عدد الذين أقنعهم هذا الشخص الأول، تعطيه الشركة نسبة من الربح. السلعة موجودة، المنتج موجود حقيقي، وربما يكون السعر عادلا نوعا ما، ولكن هناك محاذير شرعية يجب أن نقف عندها، ومنها أن هذه المعاملة تدخل في باب الربا، ولكن هذه تقوم على محاذير شرعية عدة. الأول، أن السلعة غير مقصودة بذاتها، هذه النقطة المهمة جدا، أن السلعة غير مقصودة بذاتها، فالمشتري لا يقصد السلعة بحد ذاتها، إنما تتجه نيته وفكره إلى الأرباح بإقناع شخص ثاني أو ثالث أو رابع وهكذا، فالنية ليست متجهة إلى السلعة. وسألنا الكثير من المشتركين، السلعة غير مقصودة بحد ذاتها، إنما النية هو التربح، ومن هنا تدخل هذه المعاملة في باب الربا، فالشخص دفع المال ليحصل على المال، السلعة الموجودة غير مقصودة، والله سبحانه وتعالى حذر من الربا أشد تحذير، وتوعد آكل الربا أشد الوعيد بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا المحذور أو التحذير الأول أنه من باب الربا. المحذور أو التحذير الثاني، أن هذه المعاملة تدخل في باب القمار والميسر، فالشخص أو المشتري لم يدفع المال للحصول على المنتج، إنما دفع المال للحصول على الربح، فإن حالفه الحظ واستطاع إقناع شخص آخر ربح، وإن لم يحالفه الحظ خسر ماله، فهذا من باب القمار. والله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فعلينا الحذر بأن هذا من باب القمار. والمحذور الثالث، أن هذا فيه غرر وجهالة كبيرة، وفيه أيضا بيع العينة، وبيع العينة محرم شرعا، فالكثير من الدول حرمت أو منعت هذه الشركات لكثرة المنازعة والخصومات، والخصومات الآن موجودة في مناطقنا، والكثير من الدعاوى موجودة في المحاكم حتى البت فيها، فالخصومة كثيرة، فيها الغرر وفيها الجهالة وفيه أيضا بيع العينة وهو محرم شرعا. ورابعا، المسألة عبثية لا منفعة لها على المجتمع ولا على السوق ولا على الاقتصاد ولا التنمية، فالمسألة محرم، المال الذي تكسبه من هذا التسويق الشبكي محرم، وعليك أن تقف فورا عن التعامل مع هذا المال، فكل ما تكسبه من هذه أو من هذه الصفقات أو من هذا الإقناع فيه ربا وقمار وغرر وجهالة وبيع للعينة، وكل هذا مؤد إلى الحرام. وفي النهاية لا يجب الالتفات إلى الفتاوى الشاذة، فالعلماء الثقات الأثبات المخلصين في دينهم حرموا هذه المعاملة.
هكذا نقطة انتهى. فلا يجوز لنا أن نترك قول العلماء الثقات الأثبات ونأخذ بالفتاوى الشاذة التي لا أصل لها شرعا، حتى أدلتهم التي يستندون إليها أدلة ضعيفة واهية مردودة عليهم. وكل ما نخشاه أن ينطبق علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه من الناس بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى العلماء هكذا بمعنى الحديث اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. فحذاري من الفتاوى الشاذة. الدين ثابت، الأحكام الشرعية ثابتة، الرزق مكتوب والرزق محدد. كل ما علينا أن نصبر قليلا وأن نتحمل قليلا وأن نبتعد قليلا عن الحرام فيأتينا إن شاء الله رزقا رغدا. الله يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فالمسألة إذن تحتاج أن نترفع عن الحرام فيرزقنا الله سبحانه وتعالى رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وفي الختام أسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.